السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. اليقطين بالعربية، لا كاليباس بالفرنسية، دبات الجورد إن إنجليش. اليقطين خضرة صيفية بامتياز، ولا يوجد إلا في فصل الصيف، فهو يبدأ آخر فصل الربيع طبعا، ولكن يبقى حتى شهر 8 أو 9 يبقى في السوق. وهو نوع من القرعيات وتكلمت عنه، وعلى هذا الشكل ويجب أن يستهلك في هذا الحجم، لأن النساء تحب القطع الصغيرة، لكن لا، خطأ. اليقطين يستهلك لما تكون الحبة كبيرة بهذا الحجم. القرعيات الأخرى ربما النساء تفضل يعني هذه الفتية، الحبات الفتية، لكن اليقطين لا. اليقطين هو من الحبليات كما تلاحظون، يعني ها هو الحبل ماشي، وهو من الخضر التي تتسلق، فهو يمكن يعني ممكن أن يتسلق إذا وجد شجرة أو جدار يتسلق مع الأشجار، فهنا ينبت تحت شجرة الليمون الحامض. هذه شجرة الليمون الحامض، وأنا أزرع دائما، أزرع خضر تحت هذه الأشجار لتسقى في نفس الوقت، نستغل الماء جيد. اليقطين لكاليباس دبات الجورد، وكنت نصحت بعصير اليقطين مع ماء معدني هكذا طازج، النساء لا تحبه طازج، لكن هذه استعمالات حديثة وهذه علوم، لماذا لا نغير هذه السلوكات الغذائية إذا كنا نستفيد منها طبعا. هذا يطحن بطحانة الخضر مع ماء معدني بالنسبة للأشخاص الذين لديهم سكري أو حتى أعراض على مستوى القولون، وهو ينفع كثير وطارد حتى لبعض الطفيليات يعني في الأمعاء. هذا لكاليباس دبات الجورد اليقطين. ولماذا جاء في القرآن شجرة وأنبتنا عليه شجرة من يقطين؟ لأنه يتسلق يصعد في السماء وقد يصل إلى 6 أمتار علو لما يجد بعض الأشياء طبعا يتسلق بها، وهو له هذه الأشياء التي يرتمي بها، هذه الأشياء التي يرتمي بها يعني هذه، وثم يتسلق في الشجرة ويأخذ علو كبير. اليقطين أظن أن الصورة واضحة. اليقطين لكاليباس بالفرنسية دبات الجورد إن إنجليش، وهو خضرة صيفية بامتياز، وهو منعش جدا، منعش لما يهيئ الناس يعني عصير، يعني عصير من هذه الخضرة، فهو أحسن من عصير الفواكه. ولماذا هو، لماذا ليس له مذاق؟ هو مسوس كما نقول بالدارجة، ليس له مذاق لأن ليس فيه ملح، ولذلك فهو يعني يناسب الذين لا يريدون يعني نسبة كبيرة من الصوديوم في الأكل. اليقطين لكاليباس دبات الجورد، تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.